أما في السعودية فأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى أن السينما ما زالت تحتفظ منذ عام 2019 بالمركز الأول في الشرق الأوسط من ناحية الإيرادات، مشيرة إلى أن فيلم The Batman الذي عرض في صالات السينما في السعودية حصل على المركز 12 عالميا من ناحية الإيرادات للفيلم. وحسب الهيئة عرض أكثر من 10 أفلام سعوديا خلال العام الماضي، كان أنجحها فيلم حقق أكبر افتتاحية لفيلم سعودي متفوقا على جميع الأفلام المعروضة في الفترة نفسها. من جدة مشاهدينا تنضم إلي المحررة محررة الشؤون الفنية في قناة العربية سهى الوعل. سهى، بحسب إحصائية الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ارتفعت حصة إيرادات السينما في السعودية لنحو 40% من إيرادات الشرق الأوسط، فيما أيضا سهى تخطت إيرادات السينما في السعودية بانتهاء النصف الأول من السنة الحالية حاجز النصف مليار ريال، بينما شهدت السينما السعودية مشاهدينا ارتفاعا في مبيعات التذاكر، أتحدث هنا بأنها باعت أكثر من 10 ملايين تذكرة. يعني سهى، نتحدث عن أرقام كبيرة جدا، إلى أي مدى هذه الأرقام تسير نحو تحقيق خطة المملكة الهادفة إلى إعلاء إيرادات هذا القطاع؟ طبعا المملكة العربية السعودية الآن في السعودية يعني في الشرق الأوسط هي الأعلى من ناحية الحجم الإيراد على الشباك التذاكر فيما يخص يعني السينما. في خلينا نحكي بس عن 2023، حجم الإيراد كان مرة كبير، أكثر من نص مليار، هذا بس لغاية يعني نص السنة الأولى، مع كمان الصيف تقدر تقولي أنه هذا الرقم كمان أضيف له مثلا أقل شيء 200 مليون، لأنه عندنا إيرادات مرة كبيرة. يعني مثلا عندنا أوبنهايمر تجاوز 42 مليون، عندنا ميشن امبوسيبل تجاوز كمان 32 مليون، عندنا افلام كثيره يعني تجاوزت ارقام كبيره اكثر من 20 مليون وطالع زي سوبر ماريو بروس زي كذا. فتقدر تقولي انه هذا الايراد كمان ضيفي عليه ربع مليار، اذا نحن وصلنا لرقم مره كبير بفتره مره وجيزه. يعني اعتقد انه بالصيف السعوديه يعني حققت رقم جدا جدا كبير، هو الاعلى على مستوى الشرق الاوسط، وهو ما يتلاقى مع رؤيه 2030. ايضا سهى، خلال العام الجاري تصدر المشهد السينمائي فيلمان، اتحدث هنا عن باربي واوبنهايمر، رغم حظر هذه الافلام في بعض دول الخليج، فالسعوديه مشاهدينا حقق فيلم باربي حتى الآن إيرادات تجاوزت 16 مليون ريال، بينما حصد فيلم أوبنهايمر أكثر من 42 مليون ريال حتى الساعة. سهى، يعني عندما نتحدث عن إيرادات عالية في ظل توجه واضح بملاقات خيارات المجتمع، كيف يمكن شرحها؟ شوفي، الجميل في السعودية أنه أنت تقدري تقرأ الشباك بالصدق، بمعنى أنه باربي مثلا أول ما بدأ بأول أسبوع حقق 7 مليون بس بالأسبوع الأول، بس جينا بالأسبوع الثاني والأسبوع الثالث ما قدر يجيب يعني اللي هو 3 أضعاف المفروض، على طول تراجع. يعني كان بالأسبوع الأول هو الأعلى في قائمة الإيراد في السعودية، على طول الأسبوع الثاني كان بالمركز الخامس، على طول بالأسبوع الثالث كان كمان بمركز متأخر بالقائمة. بس أوبنهايمر ظل لغاية اليوم هو موجود بالقائمة وإيراده جدا عالي، يعني على فكرة ما في بينهم توقيت كبير في العرض. يعني أوبنهايمر صار له 6 أسابيع يعرض بالسعودية، وباربي 3 أسابيع، باربي بس 16 مليون محقق وشوية، أوبنهايمر لا تجاوز ال 42 مليون. فمن هذا القراءة تقدر تعرفي أنه الشباك السعودي جدا صادق، الجمهور هنا يعطيك الرقم اللي فعلا فعلا هو يعتبر تقييم حقيقي للفيلم، هل الفيلم جيد؟ إذا راح يظل طوال الفترة اللي يعرض فيها هو بقوائم الإيراد العالية، قاعد بيحقق رقم عالي زي أول أسبوع، زي الثاني، زي الثالث، والتراجع حيكون مع أرقام عالية، ملاقات يعني متطلبات وحاجات المجتمع والشارع. شكرا لك من جدة محررة الشؤون الفنية في قناة العربية سهى الوعل، شكرا لك.